بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بين الله سبحانه وتعالى ما أمر به موسى صلى الله عليه وسلم قومه في مواجهة بطش فرعون وعودته إلى أسلوبه القديم من تقتيل الأبناء واستحياء النساء للخدمة وإذلال بني إسرائيل وقهرهم، بعد أن أظهر الله عز وجل حججه وآياته، وبعد أن انقلبوا صاغرين، بعد أن وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ومع ذلك ظل فرعون يستعمل نفس أسلوبه الإجرامي من تقتيل الأبناء واستحياء النساء وقهر بني إسرائيل وإذلالهم. كان الجواب من موسى صلى الله عليه وسلم لقومه استعينوا بالله واصبروا. نعم، قد يكون في وقت من الأوقات لا يتمكن النبي وقائد الأمة ومن يرجع إليه في شأنها من أن يدفع عن المستضعفين. اختلف موقف موسى صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع عن موقفه عندما رأى الإسرائيلي يقاتله الفرعوني، وكز موسى الفرعوني في شبابه فقضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان. والمجتمع من هذه النوعية لا يكتم فيه خبر، سرعان ما اعترف الإسرائيلي على موسى دون أن يشعر، عندما ظن أن موسى يقصده بالقتل عندما قال له في المرة الثانية إنك لغوي مبين. انتشر الخبر واضطر موسى إلى الهجرة وأن يخرج من مصر فارا بدينه لينجو من القوم الظالمين. وهذه المرة كان الموقف مختلفا، لم يأمرهم بأن يجابهوا هذه الآلة الفرعونية من البطش والتنكيل، ليس هذا بذل ولا بهوان ولا بخنوع، وإنما هو مراعاة لطبيعة المرحلة، إنما هو ضبط
لمسألة القدرة والعجز، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ضبط لقضية المصلحة والمفسدة، وهذه هي السياسة الشرعية. فإن موسى كان يسوس بني إسرائيل، اتخذوا هذا الموقف، استعينوا بالله واصبروا، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، طلب العون من الله عز وجل، الدعاء كما دعا موسى صلى الله عليه وسلم وأخوه هارون: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر، كف النفس عن الجزع، كف اللسان عن الشكوى لغير الله، كف الجوارح عن فعل المعاصي كضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، وكذلك الصبر على طاعة الله وعن معصيته، فإن هذا المقام ينفلت فيه الكثيرون، إن هذه المرحلة ينفلت فيها الكثيرون نحو إما أعمال من عمل الشيطان هي من سبيل الغاوين، وإما من مظاهرة للمجرمين ومعاونة لهم على ظلمهم وإعانة لهم على باطلهم، عندما يؤيدهم ويعينهم ويقرهم على ما يرتكبون من ظلم وعدوان. فالصبر هنا على طاعة الله عز وجل، أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يقر باطلا ولا يرضى به. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يخالفون هديه، قال: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. لذلك الصبر في هذا المقام يدور على منزلتين: منزلة أنكر ومنزلة كره. وأما الذي ترك الصبر فهو إما الذي يتبع عمل الشيطان، ألا تستغرب، فإنه قد يأمر بمصادمة بين أهل الإيمان والإسلام وبين عدوهم ليستأصل أهل الإسلام، والبعض يظنها بطولة، والبعض يصورها جهادا. وأهل الإيمان أتباع الأنبياء في سياساتهم الشرعية يرون هذا من عمل الشيطان، شيء قد يكون قاسيا على بعض النفوس، لكن تأمل ما قال موسى صلى الله عليه وسلم، وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أهل العقبة بعد بيعة العقبة أن يميلوا على أهل العقبة من الشرك من المشركين، فقال: إني لم أؤمر بهذا. لم يؤمر بهذا صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بأن يرد اعتداء من اعتدى عليهم بعد أن تمكن بالمدينة. فليس كل صدام يكون من أمر الرحمن ولا من الجهاد في سبيله. الشيطان يرغب في نفوس بين الإفراط والتفريط، وضبط هذه المسألة الاستعانة والصبر، الاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه وكثرة ذكره وعبادته، ثم اليقين بوعده: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تحقيق التقوى، هذه هي الأسباب التي يأخذ بها المؤمنون في مثل هذه المرحلة من الموازنات التي لا يمكن معها حصول المصادمة. وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى،
هو عز وجل الذي قدر ورود هذه الأمور لينظر كيف يتعبد له المؤمنون على ما يحبون وعلى ما يكرهون. وقد تطول هذه الفترة على كثير من النفوس فتضجر ويقولون مستعجلين: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الأذى مستمر، كأن ورودك لم يغير شيئا من وجود الأذى، الأذى دائم، كأنهم ضجروا من ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يريد عبودية كل مرحلة من المراحل، يستخرج عبودية المؤمنين بالاستهانة، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. عندما يستشعر أهل الإيمان أنه لا نصير لهم إلا الله، وكما ذكرنا يصبروا، عندما يصبرون على سبيل الحق وعلى فعل عبودية الوقت وواجب الوقت، لا يتبعون سبيل المجرمين ولا يتبعون خطوات الشيطان، لا يظاهرون المجرمين كالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فكان يدعو على موسى وقومه، وكان والعياذ بالله عونا لأعداء الله، الذي يعين بيد أو بلسان، كان يأمر بفعل المنكرات ويأمر بالقتل ويأمر بالأذى. كل هذا، بل كما ذكرنا الرضا والمتابعة هي من أسباب من أسباب المظاهرة، من طرق المظاهرة. فالمؤمنون في هذا المقام بين الاستعانة والصبر واليقين بوعد الله، بين أنكر وكره، الإنكار أعظم، الإنكار سلامة. إذا أنكر الإنسان المنكر ونهى عنه وأمر بالمعروف ودعا إلى الخير كان سالما في دنياه وأخرى. وهذه الأمور أمور ظاهرة، ليس لأحد أن يدعي خلاف ما ظهر. كثير من الناس يلتبس عليه الأمر ويحكم من تلقاء نفسه ومن هوى نفسه بما يشتهي. لذلك كان لابد من ضبط الأمر، أنكر وكره، والكراهة عمل قلبي والإنكار عمل ظاهر، وإن كان منه إنكار قلبي لكن العطف، أنكر فقد من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، دل على أن الإنكار يكون باليد وباللسان حسب الطاقة، وأن الكراهة هي كراهة القلب. فالله سبحانه وتعالى جعل سبحانه وتعالى كراهة القلب كافية لمن عجز عن التغيير باليد وباللسان. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. الأرض ملك لله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده. موسى صلى الله عليه وسلم يعلم سنة الله الكونية ويقرأ عواقب الأمور من وراء ستور البلاء والمحن التي لا يرى كثير من الناس معها فرجا ولا مخرجا، لكن سنة الله سبحانه وتعالى لمن سلك سبيل الأنبياء، لمن استعان بالله وصبر، ولمن أيقن بوعده، ولمن اتقى الله عز وجل. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والظاهر أن وصف العبودية هنا وصف مدح وليس وصف ملكية، لأن كلمة العباد تستعمل في سياقات متعددة ذكرت في القرآن في معنى المدح، أي من قام بالعبودية الاختيارية
طائعا لله كقوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا. وكما قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد تستعمل بمعنى العبودية الاضطرارية القهرية، فهم عبيد لله أو عباد له مملوكون، كما قال عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، والذي يدل على أنهم ليسوا من أهل الطاعة أولا ما ذكر سبحانه وتعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليدمروا. والمسلمون إذا علوا على المسجد لم يدمروه، وإذا دخلوه دخلوه دخول إكرام وتعظيم للمسجد، فأما خصوصا المسجد الأقصى، فأما هؤلاء فقد دمروا المسجد الأقصى تدميرا، فدل ذلك لأنهم ليسوا من أهل الخير ولا من أهل الإيمان. فهنا في قوله يورثها من يشاء من عباده، هي مثل قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك هذه الأوقات وهذه المراحل، مراحل الصبر والاستعانة، هي مراحل عبادة ومراحل ذكر ومراحل دعاء، كما قال سبحانه وتعالى: وقال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فهذه أوقات إقامة الصلاة، أوقات ذكر الله سبحانه وتعالى، وأوقات الترابط بين أهل الإيمان. وهذا أحد المعاني في واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها يقابل بعضها بعضا، وقيل اجعلوها اجعلوا صلاتكم فيها اجعلوها مساجد، لأنهم كانوا لا يتمكنون من أن يبنوا مسجدا أو أن يصلوا في مسجد في فترة فرعون قبل أن يمكن الله عز وجل لهم. فإذا يسر الله عز وجل بمسجد فهذا فضله سبحانه وتعالى، وإلا فليقيموا الصلاة في بيوتهم وليقترب بعضهم من بعض، يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يأمر أصحابه بالصبر ويعدهم على ذلك الجنة، كما مر بآل ياسر وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذه مراحل يمر بها المسلمون في أزمنة مختلفة في مواطن مختلفة، إذا عجزوا عن شيء لم يكلفوا ما لا يقدرون عليه. وهنا مسائل ثلاثة لا بد من ضبطها والاهتمام بها: الأولى القدرة والعجز، وهذا ليس فقط العجز الحسي من عمى وعرج، فإن هذا عجز في الشخص نفسه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولكن يدلك على نوع آخر من العجز هو لا في معنى العجز الحسي، وهو غلبة الظن بحصول الهلاك لعدم أهبة القتال أو وسيلته. فقال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالسفر الطويل لا بد فيه من دابة لا يقدر أن يسافر على رجليه كل هذه المسافات دون دابة، وقد كانوا يعتقبون سبعة على بعير، يعني يمشون ستة أسباع المسافة
ومع ذلك بعضهم لم يجد فقعد مأجورا غير مأزور. دل ذلك على أن من لم يجد أهبة القتال مما هو أهم من الدابة التي تنقله كالسلاح الذي يقاتل به، أو كان سلاحا لا يقاوم ما عند العدو، مثل أن يكون من ضعفاء المسلمين أمام أشداء الكفار، أو في واقعنا المعاصر تفاوت هائل في أنواع الأسلحة وإمكانياتها، فلا بد من مراعاة هذه المسألة في القدرة والعجز، غلبة الظن أو إمكانية حصول الظفر، وغلبة الظن بحصول الهلاك، حصول الهزيمة. ولذلك كان لابد من تقدير قوة العدو، فالاستعانة بالله عز وجل والصبر في كل المراحل، في مرحلة الاستضعاف، في مرحلة الدفاع، في مرحلة التمكن والبدء بالقتال. فالكل يجب عليه أن يكون متوكلا على الله، أغزو باسم الله في سبيل الله، لابد أن يكونوا متوكلين على الله مخلصين له. لكن تحديد العمل على الأرض في مرحلة ما، في زمن ما، في مكان ما، مبني على حساب القدرة والعجز. ولذا أمر المسلمون بحساب قوتهم وقوة عدوهم من الكتاب ومن السنة، أمرا قولا من الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يبحث عن عدد عدوه، فكما استنبط صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن القوم ما بين 900 إلى 1000، ولما جاء 10,000 في الأحزاب هم صلى الله عليه وسلم أن يدفع لهم ثلث ثمار المدينة لغطفان على أن ينصرفوا ليتمكن من مقاومة العدو بتقليل عدد المهاجمين، يعني ينصرف بعضهم فيتمكن من قتال بعضهم. وكذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يجعل عدوه أنواعا، فعندما خلص من مكر المشركين بالحديبية تفرغ ليهود خيبر، ويهود المدينة قسمهم فقاتلهم على 3 مرات. قاتل أولا يهود بني قينقاع، ثم قاتل يهود بني قريظة، ثم قاتل يهود بني أقصد بني قينقاع، ثم النضير، ثم بني قريظة. فتبين بذلك هذه المسألة الأولى، وهي حساب القوة والقدرة والعجز. ثم لا بد من مراعاة والمفسدة، وهذه زائدة على مسألة القدرة والعجز. فقد يكون هناك قدرة لكن يترتب على ذلك من الفساد ما يمنع من حصول القتال والمصادمة. وما ذكر الله عز وجل في الحديبية مع إمكانية المسلمين قدرتهم على القتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبى المشركون إلا القتال فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سيفتي. وأخذ البيعة، بيعة الرضوان، على القتال وعلى أن لا يفروا وعلى الموت. دل ذلك على أنه كان هناك إمكانية قتال، ولكن قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. كان هناك مفسدة من القتال في هذا الموطن، وهو انتهاك حرمة بيت الله الحرام في وقت لم يأذن الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسها عن ناقته حابس الفيل، لم تحل له في تلك الساعة. وبين عز وجل مفسدة أخرى مع إمكانية القتال، فقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم
فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك كان من المفاسد التي لابد أن تعتبر إذا كان الرجل ينطق الشهادتين وهو من المنافقين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إمكاني أن يأمر بقتل الرجل الذي قال له اتق الله واعدل، كان من الممكن أن يأمر بقتله، استأذنه بعض أصحابه في قتله، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا كان الناس ينفرون من الإسلام بانتشار خلق قبيح عن المسلمين من أنهم يقتلون أصحابهم، يقتل بعضهم بعضا، أنهم يسفكون الدماء بغير حق وغير ذلك، فلا بد أن يراعى شفقة على الناس في دينهم وعقيدتهم، لا بد أن تراعى هذه الأمور. ومن المسائل المعتبرة في ذلك في أمر المجموع أن الإنسان قد يستطيع الدفع عن نفسه ولا يستطيع الدفع عن غيره، فيكون هو آمن من جهة الضرر لوجود طائفة تحميه أو لقوة، كما هاجر عمر رضي الله تعالى عنه وقال: من أراد أن تثكله أمه فليتبعني، ولم يستطع أن يتبعه أحد من المشركين، ولكن قد يعمل أعمالا يترتب عليها أذى متعديا. لذلك نص العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يسامح في حق غيره، وليس له أن يسامح، ليس على أن الإنسان له أن يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حق غيره، بمعنى أنه إذا كان الضرر يقع على نفسه في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فإنه يسعه أن يأمر وينهى ولو أصابه ذلك الضرر. فأما إذا كان الضرر يتعداه إلى غيره من المسلمين ولا يستطيع الدفع عنهم، فإنه لا يجوز أن يسامح في حقهم، لأن المقصود غياب المنكرات التي أنكرها الشرع مطلقا، ليس من فلان على فلان، وظلم المسلمين وأذيتهم منكر، فلا يدفع منكر بآخر، والموازين الشرعية تقتضي أنه منكر أشد. لماذا؟ لأنك إنما تنكر المنكر على مرتكبه، ولا يضرك ولا يضر الناس إذا لم يتغير طالما أنكروا وكرهوا، والكراهية تكفي لمن عجز عن الإنكار، ولا ينقص دينهم إذا كرهوا، من كره فقد برئ. أما المنكر فسيضر صاحبه، أما إذا أنكرته بطريقة ولو قدر زواله ولكن يتعدى الضرر على بعض المسلمين أو على كثير منهم، فهذا المنكر لمظلوم، يقع على مظلوم، هذا الظلم وهذا العدوان على مظلوم لم يرضى بأن يتحمل ذلك ولم يستأذن في ذلك من أجل دفع الضرر عن ذلك المرتكب للمنكر الذي إنما يضر نفسه، تظلم مسلما آخر أو تتسبب في ظلمه. وقضية التسبب عند العلماء ظاهرة يتكلمون فيها بوضوح في هذا الباب، إذا كان ترتب على إنكار المنكر أذى وضررا متعديا على غيره من المسلمين لم يجز له، وينتقل الأمر من الوجوب إلى التحريم، ينتقل إلى الجواز إذا كان الضرر في حق نفسه، وينتقل إلى التحريم إذا كان الضرر في حق غيره. وإذا زادت المفسدة من جهة أخرى ولا يستطيع دفعها، كمن ينكر على من يقبل امرأة أجنبية فيقوم فيزني بها ولا يستطيع منعه، كما كان شيخ الإسلام ينهى أتباعه عن الإنكار على التتار لاعب الشطرنج
وربما شرب المسكر. فقال هؤلاء إذا تركوا لعب الشطرنج وشرب المسكر قاموا فاعتدوا على النفوس فقتلوها وعلى الفروج فاغتصبوها. فكان ما يلعبون من الشطرنج وما يشربون من المسكر أهون من أن ينشغلوا بأذية المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. هذه الموازنات من جهة التسبب، لذلك لا بد أن نراعي الأمر. فالمنكرات على مراتب، منها ما كان فعلا ومباشرة، ومنها ما كان أمرا وحثا، ومنها ما كان تسببا، وهذا يتصور أن يقع من المسلمين، يعني من يعني الذين لا يفعلون المنكر ولا يرضونه التسبب، وكذا في الرضا والمتابعة وعدم الكراهة. هذه أمور لابد من ضبطها في هذا المقام، في هذه المرحلة بالذات. من لم يحسن هذه المسائل وقع منه خلل كبير وضرر كبير، ولم يحقق ما أمر به من الاستعانة والصبر. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ماذا نصنع؟ نسكت؟ نؤذى ونحن نتفرج ونحن يمكن؟ هل يمكنك أن تفعل شيئا بهذه الضوابط؟ هل تقدر أولا أم لا؟ هل يحصل ضرر متعد على غيرك من المسلمين أم لا؟ هل تزداد المفسدة أم تنقص؟ هل تكثر المصلحة أم تقل؟ فهذه ضوابط لابد منها. إذا عجزت فكن من عباد الله، اعبد الله، أقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين وقد فعل موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لهم والعاقبة للمتقين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، رحمكم الله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تحقيق التقوى أن تتقي معاصي الله على نور من الله، ترجو تخاف عقاب الله، وأن تحقق التقوى بأن تعمل على طاعة تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. العاقبة للمتقين، تتقي بلسانك وبيدك وبرجلك وبفرجك، تتقي في حواسك كلها، تتقي الله سبحانه وتعالى فتعمل الطاعة وتترك المعصية. إنما نؤتى من قبل أنفسنا، ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا بد أن نحقق التقوى، نجتهد في تحقيق التقوى. إذا وجدنا الموازين مختلة، إذا وجدنا أننا لا نحقق في صراعنا مع الكفار إلا الأضرار، نعلم أننا نؤتى من قبل أنفسنا. فلنغير. النفوس تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى ذكر وعبادة، تحتاج إلى اجتهاد في الدعوة إلى الله، تحتاج إلى يعني تزكية وإصلاح للنفس وإحسان إلى الخلق، كما أنك تحسن فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نختم بقول الله عز وجل من واجبات هذه المراحل، مراحل استعينوا بالله واصبروا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.